مع اقتراب الذكرى السادسة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب، تبقي طهران على التفاعل في الملف. الخارجية الإيرانية في تقريرها للبرلمان كشفت عن آخر تطورات برنامجها النووي وسير خارطة إنقاذ الاتفاق النووي. تريد الحكومة القول إنها عملت ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق، وما لم تقم به فهو خارج عن إرادتها، والخلاصة في حال رفعت العقوبات كاملة فطهران ستعود إلى كامل التزاماتها. كلام العودة إلى الالتزامات مع مرور الوقت يزداد تعقيدا، فتقرير الخارجية يقول إن لدى إيران اليوم نحو 130 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% ونحو 9 كيلوغرامات بنسبة 60% و230 جهاز طرد مركزيا من الجيل السادس دخلت الخدمة مؤخرا. في ظل عدم اتخاذ واشنطن لخطوة رفع العقوبات، فإن لهجة الحكومة الجديدة ستكون بسقف مرتفع برأيي، وبالتالي ستكون هناك مواقف متشددة للضغط على الغرب كما هم يواصلون ضغطهم على طهران. وبالتوازي، يقول وزير الخارجية محمد جواد ظريف في رسالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن مباحثات فيينا اقتربت من عتبة اتفاق، على أن تعهد إلى الحكومة الجديدة في البلاد مهمة وضع اللمسات الأخيرة عليه. 3 أسابيع فقط تفصل البلاد عن تولي الرئيس الجديد سدة الحكم، ومن غير الواضحة ملامح مواقف الإدارة الجديدة من الملف النووي. المؤكد الوحيد أن أحدا هنا لا يرغب في إفشال المفاوضات مع الغرب. ياسر مسعود، العربي، طهران.